مرحبا يا أصدقاء، يا رب تكونوا بخير. اليوم بيكون الدرس الثاني من سلسلة تعلم أساسيات برنامج الرفت المعماري. الدرس الأول انقسم لجزئين، الأول شرحنا واجهة البرنامج، والثاني بعض النصائح والمفاهيم المهمة الخاصة بواجهة المستخدم. بترك لك رابط البلاي ليست بمربع الوصف في أول رابط من روابط الدروس السابقة. أما درس اليوم نتكلم عن التحديد، كيف نحدد، كيف نضيف للتحديد، نلغي من التحديد، الفرق بين الويندو والكروس سيلكشن، كيف نسترجع آخر تحديد وهكذا. لو تبغى بس الأساسيات اكتفي بهذا الدرس، لكن لو تحب تتعلم أكثر معلومات وتفاصيل عن الموضوع في درس سابق شرحت فيه عن التحديد باستفاضة، بترك لك رابط الدرس أيضا في الوصف. أما الآن خلونا ننتقل للرفت ونشوف أهم طرق السيلكشن مع بعض. مجرد أن نتحرك بالماوس على العناصر المختلفة بالمشروع بيعطينا معلومات عنها جنب السهم، بنشوف هنا مثلا Dimension Linear Dimension Style، وتظهر أيضا هذه المعلومات في الأسفل في الستاتس بار من هنا. إحنا لسه ما حددنا، هو مجرد يعطينا معلومات عن العنصر اللي إحنا أشرنا عليه، وبنشوف أنه بيكون لونها بس أطراف اللون الأزرق، بيكون زي في Boundary حوالين العنصر اللي إحنا الماوس بس يمشي عليه، يعني لسه ما حددنا. لكن مجرد اننا ما نحدد نضغط عليه ضغطة واحدة كذا يكون حددنا. عرفنا انه طبعا الكونتكستوال تاب ظهر عندنا، والموديفاي صار جنبه التاب كلمة وولز، وايضا من البروبرتيز ظهرت عندنا المعلومات او خصائص هذا الحائط. وزي ما تعلمنا انه لما نضغط على العناصر المختلفة بيختلف الأوامر اللي موجودة في الكونتكستوال تاب، والبروبرتيز بتجيب لنا خصائص هذا العنصر اللي احنا حددنا عليه، ويكون لونه كامل باللون الأزرق زي كذا، ما يكون بس إطار أو باوندري حوالينه. لما نبقى نطلع من التحديد مجرد أن نضغط بمكان فاضي أو وإحنا محددين، الطريقة الثانية أن نضغط في الماوس رايت كليك ونختار على كانسل، كذا طلعنا من التحديد. يعني لما نلغي التحديد إما نضغط بمكان فاضي أو في الماوس رايت كليك ونختار كانسل. لما نحدد كثير أكيد أحياناً بنضطر أن نزيد على التحديد أو نقلل أو نلغي من التحديد، نسوي كذا بسهولة. إحنا لما نبدأ نحدد بس مجرد نضغط، الحين حددنا واحد منهم، لو نبغى نزيد على التحديد بنضغط على الكنترول، طيب، ونشوف انه الماوس تغير صار فيه علامة الزائد، وبس نستمر ضاغطين على الكنترول ونحدد على كل العناصر اللي احنا نبغاها تكون معنا. الحين لو نبغى نلغي او ننقص من هذا التحديد بنضغط على الشفت ونشوف على طول ان الماوس صارت زيادة على السهم، صار فيه علامة الناقص، وكذا نضغط على العناصر اللي احنا ما نبغاها تكون معنا. وهذه بكل سهولة، كيف نضيف على التحديد او نلغي منه، اما نضغط على كنترول للإضافة ونضغط على الشفت عشان ننقص من التحديد. التاب كي بيسهل لنا التحديد جدا بالرفت بطريقتين. الطريقة الأولى نستخدم التاب كي لما يكون نبغى نحدد ويكون في مجموعة من العناصر فوق بعض وما احنا قادرين نوصل للعنصر اللي احنا نبغى نحدده، فبس مجرد ان نحط الماوس مثلا هنا الشيء اللي احنا نبغاه بس ما احنا قادرين نحدده، نضغط على التاب، طبعا زي ما قلنا بتطلع المعلومات جنب الماوس وبيساعدنا الستاتس بار على ان نضغط لما نوصل للعنصر اللي احنا نبغاه. نضغط على التاب، تاب هو بيتنقل بنفسه، مجرد احنا واقفين بالمكان اللي احنا نبغاه ونضغط على التاب ونشوف المعلومات من تحت من الستاتس بار او من الماوس، ولما نوصل للشيء اللي احنا نبغاه نضغط عليه، فكذا يساعدنا ان نحدد نوصل للعنصر اللي احنا نبغاه بسهولة. وبيساعدنا التاب لما يكون في عندنا سلسلة نبغى نحددها او chain selection. كيف نسوي كذا؟ مجرد مثلا احنا نبغى نحدد هذا الحائط بس ما نبغى نحدد واحد واحد ونستمر نضغط كنترول، مجرد واحنا نجي نلمس الوول مثلا ونضغط على التاب وكذا حدد لنا كل الحوائط الملامسة لهذا الوول، كذا يكون عندنا chain selection. وهذا النوع من التحديد ممكن تسويه قبل لا تضغط او بعد، معنى الحين احنا لسه ما ضغطنا، مجرد اننا جنبه ضغطنا على التاب وكذا حدد لنا اياه مثلا كامل، لكن ممكن ايضا ان حددنا على الوول وبعدها نضغط على التاب وبعدها نضغط الضغطة الثانية وكذا يكون حددنا بهذه الطريقة. مرة بيساعدنا التاب كي في selection. ممكن نحدد كل العناصر المتشابهة أو المتماثلة الموجودة في المشروع بضغطة زر. ممكن نجي عند هذا الدايمنشن لاين وبعدها نضغط في الماوس رايت كليك ونختار select all instance،
عندنا بيكون اختيارين، اما visible in view او entire project. لما نختار الاختيار الاول visible in view بيحدد كل اللي موجودات بهذا الفيو اللي احنا فاتحينها او الactive view، لكن لما نختار in entire project بيحدد كل اللي موجود في المشروع بغض النظر عن الفيو المفتوحة او الactive. لو اخترنا visible in view بيحدد لنا كل الدايمنشن بضغطة زر الموجودة بهذا الفيو، لكن لما نختار in entire project يعني مثلا عندنا هذا السينك نبغى نحدد عليها، نختار في الماوس رايت كليك مرة ثانية ونختار select all instance in entire project، جاب لنا ان عددها 5. طبعا احنا زي ما احنا شايفين هنا بس 4، لكن لما نروح للطابق الثاني لسه في واحدة، فكذا بكل سهولة نحدد كل العناصر المتماثلة بضغط زر. ممكن نستخدم الويندو سيلكشن والكروس سيلكشن بالتحديد، لكن في فرق بينهم، خلونا نشوف الفرق بينهم على جنب برا المشروع بعدها بنشوف الفرق بالتحديد لما نجي نستخدمهم. الويندو سيلكشن نضغط من اليسار لليمين ونسحب، غير الاتجاه بنلاحظ انه الويندو سيلكشن بيكون المربع اللي بنحدد فيه سوليد بهذا الشكل، اما الويندو سيلكشن أول شيء الاختلاف اللي إنه الاتجاه من اليمين لليسار العكس. الاختلاف الثاني شكل هذا مربع التحديد بيكون داش لاين، ما هو سوليد زي الأول. طيب الحين عرفنا الفرق بينهم من ناحية الاتجاهات وشكل الخط، لكن إيش تأثيرهم بالتحديد داخل المشروع؟ تعالوا نشوف مع بعض. الحين بنبدأ بالويندو سيلكشن، قلنا إنه من اليسار لليمين والخط سوليد، بنشوف إنه ما يحدد أي شيء موجود عندنا في المشروع أي عنصر إلا لما يكون كامل داخل مربع التحديد، لكن لو جزء منه برا التحديد بيكون مو من ضمن التحديد. أتوقع أنك عرفت خلاص الفرق. الويندو سيلكشن العكس، غير الاتجاه والخط أي شيء بيضغطه أو بيلمسه بيكون جزء من هذا التحديد، وهذا الفرق بكل سهولة بين الويندو سيلكشن والكروس سيلكشن. بيساعدني الفلتر كثير في السيلكشن عشان ما نرجع ونحدد كذا مرة. ببساطة وإحنا محددين سواء ويندو سيلكشن أو كروس سيلكشن حددنا مجموعة من العناصر، بيظهر عندنا الفلتر هنا من الأعلى لما نشوف موديفاي ملتي سيلكت باين عندنا الفلتر، أو إن نضغط عليه من يمين الشاشة تحت في الأسفل وباين عندنا عدد العناصر اللي إحنا محددينها، وباين أيضا العدد هنا من البروبرتيز. بس نضغط على الفلتر بتجينا هذه الويندو باين فيها كل الكاتيجوري اللي إحنا محددينها وعددها من هنا. ممكن نضغط على check none عشان يشيل كل الصح من هنا بدل ما ناخذها ونشيلها يعني بيدنا واحدة واحدة، نضغط على check none ونحدد الكاتيجوري اللي احنا نبغاها، مثلا نبغى بس يحدد لنا الأبواب أو الأبواب والحوائط، فكذا حددناها نضغط على أوكي وحددها حدد لنا بس هذه التو كاتيجوري، أو مثلا نحدد مجموعة ونضغط على الفلتر وبعدها نختار check none ونحدد بعض الكاتيجوري اللي احنا نبغاها مثلا تكون معنا، وبعدها نضغط على apply. كذا احنا لسه احنا متأكدين من التحديد، ممكن لا خلاص ما نبغى الفلور نشيلها ونضغط على apply، وبكذا حدد كل العناصر اللي انت تبغاها او الكاتيجوري اللي انت تبغاها من هنا واضغط على apply. لما تكون تأكدت خلاص من السيلكشن اللي تبغاه اضغط على اوكي. وهذه بكل بساطة طريقة استخدام الفلتر بالسيلكشن. من الأمور المزعجة اللي ممكن تحصل معنا إنه بعد ما نحدد نطلع من السيلكشن بالغلط، يعني مثلاً حددنا مجموعة من العناصر ضغطنا على كنترول وحددنا على بعض العناصر اللي موجودة عندنا في المشروع مثلاً بهذا الشكل وأخذنا وقته إحنا نحدد، بعدها اللي حصل إنه نبي نحدد على شيء وضغطنا على أي شيء بالغلط فكذا طلعنا من السيلكشن. بكل سهولة نقدر نعيد هذا التحديد بدون ما نرجع نحدد مرة ثانية، نضغط بأي مكان فاضي في الماوس رايت كليك ونختار سيلكت previous بيحددنا بالضبط آخر شيء كنا محددينه بسهولة، بس طبعا نكون ما حددنا شيء بعده، بيحدد لنا بس آخر تحديد. فبكل سهولة لو غلطت وطلعت من السيلكشن اضغط على الماوس رايت كليك واختار select previous. في بعض الأوامر المهمة الموجودة في السيلكشن تري بتساعدنا ان نحدد داخل البرنامج، هي موجودة هنا بالسيلكشن تري على شكل icons، وبس نحط الماوس عليها بدون ما نضغط بيعطينا معلومات عنها علشان طبعا نستفيد منها بشكل أكبر لو احنا مستجدين لسه في البرنامج. لما يكون في شكل X صغير على هذا الآيكون معناته انه هذه الأداة غير مفعلة أو inactive، طبعا لما يكون ما في X معناته انها مفعلة. هنا موجودة على شكل icons ممكن نقرأها أو نشوفها كتكست، هنا موجودة كلها فوق، بس نضغط على السهم الصغير اللي موجود جنب السلكت بنشوفها هنا، وهنا نفعلها أو نلغيها مجرد ان نحط الصح أو نلغي الصح،
تعالوا نتكلم على أهمها. مثلاً select links، لما نروح insert ونسوي link، ممكن نسوي link الربط أو link الكاد أو topography أو غيرها، بيكون هنا بهذا الاختيار إحنا نحدد هل نبغى نحدد هذا اللينك ولا لا. وممكن مثلاً select pinned element، إيش يعني؟ مثلاً عندنا هذا topography نبغى نسوي له بن، ممكن نجي من المودفاي ونختار من هنا بن. طيب فكذا صار بنت بن، معناته انه هذا العنصر لما نجي نحاول نحركه هذا التوبوغرافي ما راح تتحرك معنا، مستحيل لما نسوي لها بن تتحرك. واحيانا هذا شيء جدا ممتاز انه احنا ما نبغاها تتحرك. لكن ايضا لو ما نبغى نحدد العناصر اللي مسوين لها بن، نروح عند السلكت ونشيلها من هنا. الحين مهما نحاول نحددها ما راح نقدر نحددها الا لما نجي ونضغط عليها الصح او نشيل الاكس من هنا، فكذا يكون نقدر نحددها. وهذا بيفيدنا مره لما نجي ندخل مثلا ملفات الكاد للرفت ونسوي لها بن، وما نبغى لما نجي نحدد كل شوي تتحدد معنا، خلاص نسوي لها بن وبعدها نشيله من السلكشن من هنا. بس طبعا لا تنسى انك سويت كذا عشان احيانا مثلا لما ترسم كيرتن وولز وتبغى تعدل عليها بيكون لازم تحط عليها صح عشان تقدر تحددها وتعدل عليها. وممكن هنا الاختيار select elements by face، خلونا نشوف لما ما تكون مفعله. مثلا نجي على هذه الفلور ونبغى نحددها، لما نجي على الفيس نفسه ما يكون يحدد، لازم نروح للحائط أو الباوندري عشان نضغط عليها ونحددها. لكن لما نحط هذا الصح على الاختيار select elements by face، مجرد الحين نجي على حتى الفيس بأي مكان نكون نقدر نحددها. فبيفيدنا هذا الاختيار في ceilings، في roofs أو في الفلورز، مرة بيساعدنا أنه نكون حاطين صح على هذا الاوبشن. فهذه الاختيارات جدا مهمة، ممكن نختارها من هنا زي ما قلنا او من selection tree. اخر معلومة احب اقول لك عليها انك ممكن تستخدم كذا طريقة من طرق selection مع بعض. ممكن نضغط في الماوس رايت كليك ونختار select previous عشان يجيب لنا اخر selection، وبعدها ممكن نستخدم الكنترول عشان نضيف على selection او نلغي من selection لما نجي نضغط على الشفت. فكذا حددنا بعض العناصر بالبريفيوس سيلكشن وبالكنترول. وممكن نستخدم الويندو سيلكشن، نجي من اليسار لليمين واحنا ضغطين على الكنترول عشان نضيف على التحديد. فكذا ممكن نستخدم كذا طريقة من طرق السيلكشن مع بعض. وهذه تقريبا كانت أهم طرق السيلكشن. لو تعلمت من الدرس أشعرني بالضغط على زر الإعجاب. في الدرس القادم بنشرح عن الموديفاي تولز مثل الموف والكوبي والأوفست والروتيت والميرور وغيرها من الأوامر المهمة. فلو مهتم بهذا النوع من المواضيع اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وشارك القناة مع أصحابك عشان تعم الفائدة. أترككم أنا هنا في أمان الله.